إذن حالة من الهدوء السياسي بدأت تسود الجنوب اليمني مدفوعة بتوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية على الآلية الجديدة التي طرحتها السعودية لتسريع تطبيق اتفاق الرياض المبرم نهاية العام الماضي. ويبدو أن انعكاسات هذا التوافق جاءت سريعة على الأرض بإلغاء المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية التي أعلنوا عنها قبل نحو شهرين في خطوة اعتبرت انقلابا على الشرعية حينها. الخطوات الجديدة من شأنها أن تعزز الاستقرار في اليمن عقب سنوات من الأزمة، فضلا عن إدارة الملف باتجاه التعامل مع الحوثيين خلال الفترة المقبلة. سلطان القيسي يستعرض لنا أبرز البنود الجديدة وآليات تفعيل اتفاق الرياض. إذن اتفاق جديد، آليات للتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي كان أبرم في 5 نوفمبر من العام الماضي ولكنه لم يبصر النور على الأرض ولم نرى أي خطوات عملية. هذه المرة تتسارع الخطوات، يعلن المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية التي كان أعلنها ويصدر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذه مجموعة من القرارات، إعادة تكليف معين عبد الملك لتشكيل الحكومة، محافظ جديد لعدن ومدير للأمن جديد أيضا لعدن. إذن هناك مؤشرات على انفراجة سياسية ربما طارق في الجنوب اليمني على وجه التحديد، وقد تكون محاولة لإعادة رص الصفوف من أجل المواجهات في الشمال مع الحوثيين كما يدفع الطرفان في الجنوب. أبرز ما جاء في تعديل اتفاق الرياض إن صح التعبير سنقرأه معا. مع تحذيرات منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من العواقب الوخيمة لتفشي فيروس كورونا في عدد من المدن اليمنية، خاصة وأنها تقبع منذ عدة سنوات تحت حصار الحرب، يأتي طرح سعودي أشبه ما يكون بالتحديث لاتفاق الرياض بغية تسريع تطبيقه. فما هو اتفاق الرياض وما هي أبرز تلك التعديلات؟ بدأت جهود المصالحة السعودية عقب وقوع اشتباكات في آب 2019 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية في محافظة عدن. سيطر خلالها المجلس الانتقالي على عدن ومناطق أخرى. السعودية دعت حينها طرفي النزاع للحوار في مدينة جدة ومناقشة الخلافات لتوحيد الصف والتصدي للحوثيين، واستمرت المفاوضات حتى تشرين الأول لتمهد الاتفاق الرياض في تشرين الثاني 2019، والذي استند على مبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، إلا أن عودة الاشتباكات أجلت تطبيقه. الصيغة الجديدة من الاتفاق أبقت على بنود عدة، أهمها استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ سريانه منذ 22 حزيران 2020، وذلك في سبيل توحيد الجهود ضد الحوثيين وخفض التصعيد في المحافظات الجنوبية، وهو أمر يقضي بترتيبات عسكرية كان الاتفاق قد رصدها في صيغته السابقة، إلا أنه أعاد تضييق ذلك البند وتحديده بمناطق بعينها في الصيغة الجديدة. خروج القوات العسكرية من عدن وفصل القوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة هو أحد شروط الاتفاق لضمان وقف إطلاق النار، إلا أن تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن من أعضاء المجلس يأتي بمثابة جبيرة. الشرط الأهم والذي كان قد طالب به الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي هو تخلي المجلس الانتقالي عن إعلانه الإدارة الذاتية في الجنوب، وقد فعل المجلس ذلك حقا في إطار حرصه على إنجاح اتفاق الرياض وتحقيق الأمن والاستقرار على حد تعبير المتحدث باسمه. بنود الاتفاق جميعها في الصيغة الجديدة بدت كإطار للبند الأعم، وهو تشكيل حكومة جديدة بمشاركة المجلس الانتقالي والمكونات السياسية. وقد كلف الرئيس هادي رئيس الوزراء معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة وإعلانها خلال 30 يوما، وينبغي أن تضم 4 وزراء من المجلس الانتقالي، كما ستوزع باقي الحقائب
ما عدا السيادية على بقية المكونات السياسية في نطاق تناصف الحكومة الجديدة بين الشمال والجنوب، وذلك تحقيقا لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي. إذن طارق، كما أسلفنا هناك توجه لرص الصفوف في الجنوب، تتحدث عن حكومة جديدة موحدة ستضم 4 وزراء من المجلس الانتقالي، أيضا محافظ مدينة عدن العاصمة المؤقتة ومدير أمنها سيكون أيضا من المجلس الانتقالي، وكل ذلك في سبيل التوصل إلى صيغة لإعادة رص الصفوف والتوجه إلى الشمال ضد الحوثيين. يبدو أن الأمال هذه المرة ترتفع لحظوظ جيدة أن يطبق هذا الاتفاق على أرض الواقع، وأن يؤسس ربما لمرحلة جديدة في طريق استتباب الأمن والتفرغ لقضايا كثيرة ومتعددة على الأرض اليمنية، الذي لطالما قلنا أن اليمن سيبقى دائما سعيدة. أشكرك سلطان قيس على كل هذه المعلومات وهذه الإيضاحات. ستتوجه اليوم إلى اليمن السعيد، وأرحب أولا قبل ذلك بضيفي من الرياض وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب، وعبر الهاتف من عدن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ نزار هيثم. أهلا بكما دكتور نجيب، سأبدأ معك. سجري تعامل هذه المرة مع هذا الاتفاق وكذلك الآلية الجديدة لتسريع تنفيذ بنوده بجدية وإرادة حقيقية؟ اتفاق سابق وقع في نوفمبر لكن الأمور تعقدت على الأرض. اولا التعقيد يعني الاعادات التي حصلت في المرحله السابقه من توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، انا اعتقد انه ربما فيها شيء ايجابي، وهو انه خضنا تجربه مهمه، والقوة المتعدده الموجوده في الميدان وبالذات الانتقالي والشرعيه يعني حاولوا يمتحنوا أنفسهم هل بالإمكان يعني الخروج عن الاتفاق وفرض إرادة كل طرف بالقوة، أو فرض سياسات متعاكسة بما خلق انقسام فعلي داخل الجنوب، وحصلت حتى يعني انقسامات داخل الرأي العام وداخل الكتل المختلفة، لكن بالأخير وصل الجميع إلى قناعة كاملة أن المجلس الانتقالي هو قوة موجودة في الأرض، ولا بد أن يكون شريك ضمن إطار الشرعية. والانتقالي وصل إلى قناعة أنه لا يمكن أبدا السير بشكل منفرد، وأن هذا سيقود إلى حالة من الفوضى والاضطراب، وربما يقود الجميع إلى الخسارة، وبالذات أنه أي الأمر سيقود إلى حالة من الاحتراب والاستنزاف المتبادل والجميع خاسر، والرابح الوحيد هو الحوثي وأعداء اليمن. هناك تدخلات كثيرة اليوم كالتدخلات القطرية، وأيضا هناك الإرهاب، وبالتالي أصبح مسألة تنفيذ اتفاق الرياض وفق الحزمة الجديدة التي أو الإجراءات التي قدمتها المملكة العربية السعودية خيار إجباري لجميع الأطراف. ولذلك وجدنا أنه يعني حصلت مفاوضات كثيرة، وهذه وما يعني هذه الإجراءات وأيضا الأعمال التنفيذية التي بدأت كلها تمت بالتوافق وبالتراضي، وتحظى بتأييد كبير سواء من التحالف، وقد لعبت السعودية دورا محوريا وجهود مضنية للوصول إلى هذا الاتفاق. طيب أستاذ نزار هيثم، تحدث باسم المجلس الانتقالي من عدن، هذه الآليات التي جرى التوافق عليها مع الشرعية بواسطة المملكة العربية السعودية تحقق لكم كمجلس انتقالي ما تصبون إليه من أهداف كشركاء حقيقيين في ضمن الشرعية أو ككيان منفصل عن الشرعية؟ طبعا هو بكل تأكيد مرحليا يعتبر هذا أدنى مطالب الجنوبيين أن يكونوا شركاء في القرار، لا يجب أن نحرم الجنوبيين من أن يكونوا هم أصحاب القرار بعد انتصاراتهم التي تحققت منذ العام 2015 وحتى الآن. ومن المعيب وللأسف ما سمعته من الزميل نجيب غلاب الذي يحاول أن يرمي اللوم على الجنوبيين، الجنوبيين هم المظلومين، هم الذين يدافعون عن أرضهم، هم من حرر الأرض وانتظروا أن يحرر الشماليين أرضهم، ولكن للأسف قوات الإخوان المسلمين الذين تذكروا بعباءة الشرعية حولوا معركة من محاولة تحرير صنعاء إلى غزو الجنوب، مما أدى إلى أن الجنوبيين يدافعوا عن أرضهم.
وجاء اتفاق الرياض لينهي هذه الإشكاليات، ولكن مع هذا هناك انقسام حدث فيما بين الشرعية أيضا أدى إلى أن الطرف ينحرف تماما عن مسارات التحالف ويلجأ إلى قطر وتركيا بشكل واضح، ويبني معسكرات ويتمول بالسلاح لكي يغزو الجنوب مرة أخرى ويحقق أهداف عسكرية ويتحالف أيضا مع الحوثيين. من المعين فقط أن لا نذكر هذه الجزئية. طب اليوم بالنسبة أستاذ نزار، المشهد اليوم يتغير بشكل إيجابي؟ سترحل كل هذه التعقيدات؟ نحن نتأمل هذا. هناك لا زالت هناك تعقيدات من قبل بعض الأطراف التي محسوبة على الشمال، لا زالت هي في هذه وفي عقلها أن احتلال الجنوب وارد. فليعلم الجميع أن الجنوبيين لديهم الاستعداد الكامل للدفاع عن أرضهم وليكونوا شركاء جادين مع من يريد. عندما يكون هناك قوة فاعلة في الشمال تريد مساعدة الجنوبيين، فبكل تأكيد الجنوبيين سيكونوا مستعدين لتقديم يد المساعدة، وهذا ما يعملوه الآن في الضالع وفي الساحل الغربي وفي مناطق أيضا في صعدة. الجنوبيين حاضرين هناك ويقاتلون ويدافعون على التعاون المشترك مع التحالف العربي لمصلحة ما تسمى كانت الشرعية. والآن يجب أن يكون الأمور واضحا، شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي أصبحت أمر واقع، وبالتالي عليهم أن يتعاطوا مع هذا الأمر. وأتمنى من كل قلبي أن يذهب الطرف الذي يحاول دائما أن يعرقل ويحرق مسارات الاتفاقات باتجاه خلق معارك وهمية. للأسف هؤلاء تجار حروب، ويجب أن نقف جميعا ضدهم. طب دكتور نجيب، يعني كيف ستقطعون الطريق على المعرقلين، على من ذكرهم الأستاذ نزار هيثم، وفي إشارة واضحة إلى تجمع اليمني للإصلاح؟ أنا أعتقد أنه عرقلة اتفاق الرياض أصبحت غير ممكنة. أي مسار باتجاه العرقلة سيفهم باعتباره يعني خلينا نقول وكأنها نوع من التخريب، وربما لإدارة مؤامرة لتفكيك الشرعية وإفشال هذا الاتفاق. وبالتالي الاتفاق يحظى بتأييد كبير داخل منظومة الشرعية، سواء بجانبها الرسمي أو بجانبها الغير رسمي، وأيضا يحظى بتأييد كبير لدى التكوينات الجنوبية. والمجلس الانتقالي هو إحدى أهم هذه الأطراف في الاتفاق، وبالتالي أنا أتصور أنه الخروج عن الاتفاق أو محاولة إعاقته هو يضر بكافة الأطراف. ونحن نرى اليوم أنه المجلس الانتقالي هو جزء لا يتجزأ من تركيبة الشرعية، بل أصبح في قلبها، وبالتالي هو يتحمل مسؤولية أيضا في إنجاح هذا الاتفاق مثل بقية الأطراف، لأنه المسؤولية هي جماعية اليوم. لكن صحيح أن هناك يعني نوع من يعني خلينا نتحدث بشكل أو بآخر، هناك طابور خامس وهناك أيضا كتلة، وهذه الكتلة هي ممولة من قطر، سواء من خلال الأعمال أو من خلال الإعلام أو أعمالها الميدانية. ونعتقد أنها تسير بمحاولة تشويه هذا الاتفاق، وقد ظهرت بمجرد أن تم إعلان هذا الاتفاق بدأ الإعلام يضخ بشكل كامل للتشكيك بهذا الاتفاق. والمسألة الأخرى محاولة إثارة الأزمات أو تفجير المشاكل أو إثارة يعني نوع من يعني إثارة الأطراف التي وقعت على الاتفاق، ومحاولة إحالة كل طرف أنه خسر. هذه الطريقة أنا أعتقد أننا قد استوعبناها خلال الفترة الماضية منذ توقيع اتفاق الرياض، ووجدنا أنه نتائج الإعاقة عادة ما تقود إلى خسائر. نحن نقول اليوم نحن والانتقالي وكل القوى المناهضة للحركة الحوثية صف واحد، والهدف الأساسي هو تطبيع الأوضاع والاستجابة لحاجات ومتطلبات الناس، وأيضا تكتيل الجهود باتجاه المعركة العسكرية، وأيضا يعني تحويل عصن عدن إلى عاصمة تشتغل كعاصمة حقيقية، وأيضا ترسيخ سلطات الدولة وتفعيل النظام والقانون. وأنا أعتقد أنه هذه المسألة هي الأهم. المسائل الأخرى فيما يخص المشاريع المختلفة كالانتقالي لديه مشروع آخر فيما يخص مسألة الانفصال، هذه المشاريع تأتي بعد أن يتم استعادة الدولة. والانتقالي يبدو لي أنه يسير بهذا الاتجاه، وهو اتجاه عقلاني ومتزن، وأعتقد أنه سيكون الانتقالي إحدى مراكز الثقل الأساسية التي سيغير مسار اللعبة السياسية كليا في اليمن، وربما يسير باتجاه مستقبل ينهي فكرة الهيمنة التي كانت موجودة سابقا والتي يعترض عليها كثير من القوى الوطنية. دكتور نجيب، قلت أنت أبات المجلس الانتقالي أمرا واقعا وضمن الشرعية،
ومن بين بنود الآلية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض أن تسحب قوات الانتقالي آلياتها ومعداتها من عدن، وأن يقع فصل للقوات ما بين الشرعية والانتقالي. هنا يثار تساؤل، لماذا لا يتم دمج، أو لماذا لم يأتي اتفاق رياض على موضوع دمج قوات الانتقالي ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية اليمنية؟ لا لا لا، ربما يعني أنت لو تقرأ اتفاق الرياض فيما يخص الجانب العسكري والجانب الأمني، احنا اليوم نتعامل مع القوات الامنيه والانتقاليه يعني والقوات التابعه للانتقالي باعتبارها اصبحت جزء من تركيبه الشرعيه وجزء اساسي واحدى اهم اذرع المعركه اليوم، سواء من خلال تثبيت الامن في المناطق المحرره او في مواجهه الحوثي. ومسألة إخراج القوات من عدن هو كافة المعسكرات، لكن القوة الأمنية سيتم إعادة ترتيبها فقط. هناك ربما قوات للحماية الرئاسية ستكون موجودة وبعض القوات العسكرية، لكن خروج يعني تكتل القوة داخل عدن هي مسألة طبيعية أن يتم إخراجها. ربما الموضوع في أبين هو الفصل بين القوات. هذه مسألة أيضا هي لا تعني أنه بالأخير هناك حالة من الانفصال، نحن اليوم نتحدث وكأننا بنية واحدة متكاملة، وأغلب القوات الموجودة في الجنوب هي في الأغلب جنوبية يعني، وبالتالي نحن نرى أنه أي تدخلات الآن لإثارة المشاكل بين هذه القوات، نحن نرى أنه من المفترض أن يكون هناك رؤية سياسية قادرة على توحيد هذه القوة ضمن إطار المؤسسات وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهذا ما نص عليه اتفاق الرياض. والأمور حتى القوات التي يمثلها الانتقالي كلها هي انشأت بقرارات جمهورية ولم تنشأ خارج الشرعية، والجميع يعرف ذلك. وبالتالي لا هو فقط مسألة كيفية ترتيب الوضع السياسي، وأنا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه ونحن متفائلون بالمستقبل. طيب أستاذ نزار، هنا متى تتوقع أن تقوم أو أن يأمر المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب القوات من عدن وأن يتحقق الفصل، خاصة وهناك مسار سياسي خلال شهر ستكون هناك حكومة سياسية مناصفة، ولن تتشكل هذه الحكومة إلا بعد أن يقوم المجلس الانتقالي بإتمام كل هذه الخطوات؟ طبعا اولا هو من المفترض ان يتنفذ الشق السياسي بتعيين الوزراء الذين على عاتقهم هذه المشاورات المختصه بالجانب العسكري والامني. نحن فقط ملتزمون بالاليه الواضحه نحو تعيين محافظ العاصمه عدن ومدير امنها، وبالتالي اي قوات اخرى ستكون بكل تاكيد موجهه باتجاه الجبهات القتاليه ضد الحوثي. هذا الامر الجنوبيين متفقين عليه، ولكن كانت الاشكاليه هي بقدوم قوات من الشمال من المأرب تحديدا إلى الجنوب وعملت على إثارة الفتنة، وبالتالي عادت قواتنا الجنوبية للدفاع عن أراضي الجنوب وعدم السماح لتلك القوات الموالية للإخوان بالتقدم. فبكل تأكيد عندما تنسحب القوات الإخوانية وتعود إلى مأرب لتواجه الحوثي، ستعود قواتنا إلى مراكزها وإلى جبهتها في مواجهة المشروع الحوثي الذي بالفعل يعني هو المستفيد حاليا من خلال تقدم القوات الإخوانية نحو الجنوب وتركها لمناطق الشمال. طب كم من حقيبة وزارية ستطالبون بها كمجلس انتقال جنوبي؟ ستقبلون بأربع حقائب؟ هذه التفاصيل ليست لدي، لكن هناك من 4 إلى 6 حقائب تقريبا ستكون مع المجلس الانتقالي، ولكن أيضا اختيارات الوزراء الآخرين في إطار 50% للجنوب ستكون أيضا من ضمنها اقتراحات من المجلس الانتقالي والموافق عليها. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر من عدن الأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أشكر ضيفي من الرياض وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور نجيب غلاب، شكرا جزيلا لكما.